بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات الصف الخامس الابتدائي النظام الجديد والفصل الأول الدراسي، وده من خلال منهج الرياضيات للترم الأول من كتاب الأستاذ. والمحور الأول اللي هو الحس العددي والعمليات، والوحدة الأولى في المحور الأول القيمة المكانية للأعداد العشرية، والمفهوم الأول فيها الكسور العشرية حتى جزء من ألف. ولقاءنا النهاردة مع الدرسين الأول والتاني. تعالوا بينا نشوف دروسنا وإزاي هنشتغلها مع بعضنا. هتقول لي انت ليه اشتغلت في الكتب الخارجية؟ احنا اعتدنا ان انت تشتغل من كتاب المدرسة. طبعا ده شيء طبيعي ومؤكد، لان انا اللي يهمني هو كتاب المدرسة، ولو نزل في اي لحظة هسيب الفيديوهات دي وهدخل عليه على طول مباشرة. لكن بس اهو يعني ايه، نتسلى كده قبل ما ينزل الكتاب، ناخد فكرة عن المفاهيم او الكتب الخارجية دي ومفاهيمها ايه وطريقتها ايه وشغلها ازاي. فانا الحقيقة يعني وصلني كتاب الاستاذ. السنة اللي فاتت كنا اشتغلنا في كتاب الشاطر، والسنة اللي قبلها اشتغلنا ببكار. برضو عشان اللي بيسأل انهي كتب افضل عشان نراجع منها او نشتغل منها، هنشوف ايه فكر الكتاب ده وطريقة شغله ازاي ونظامه ازاي. المفهوم الاول بتاعنا اللي هو الكسور العشرية حتى الجزء من الف. الدرسين بتوعنا، الدرس الاول بداية الرحلة، والدرس الثاني الكسور العشرية حتى جزء من ألف. هو الحقيقة دامج الدرسين مع بعض. أهداف الدرسين دول مع بعض إن أنت هتقرأ الأعداد من المليار لغاية الجزء من مية، وهتحدد قيمة الأرقام من المليار لغاية الجزء من مية، وبعد كده هتقرأ الأعداد العشرية لغاية جزء من ألف، وتكتب الأعداد العشرية لغاية جزء من ألف. بيذكرني بيقول لي فاكر يعني ايه كسر عشري؟ طبعا كسر العشري هو عبارة عن عدد، العدد ده اكبر من صفر واقل من واحد. يعني ما معناه ما بين الصفر والواحد بيعتبر كسر عشري. ليه؟ لان الواحد بيعتبر كسر يعني عامة، لكن طالما ان هيكون فيه علامة عشرية هيبقى كسر عشري. ما بين الصفر والواحد الأجزاء دي اللي بينها دي عبارة عن كسور، سواء جبناها كسور اعتيادية زي ما شفنا قبل كده، أو كسور عشرية برضو زي ما اشتغلناها. فبيوضح لي بيقول لي إن الواحد الصحيح أنا ممكن أقسم الواحد ده إلى 10 أجزاء متساوية، وممكن أقسمه إلى 100 جزء متساوية، وممكن أقسمه إلى 1000 جزء متساوي. طب تعال نشوف الكلام ده. هو جايب لي عندي هنا اهو قدام مني، ادي واحد صحيح قسمه لعشر اجزاء ولون واحد منهم، يبقى ده اسمه جزء واحد من عشرة، مش كده؟ ده واحد من عشر اجزاء. فبنكتبه ازاي؟ طبعا بيخليش خانة الاحاد فاضية، لازم احط صفر فيها، وبعدين احط العلامة العشرية بتاعتي اللي هي عبارة عن نقطة او صفر يعني زي ما بتشوفها في الآلة الحاسبة، وبعدين بكتب الواحد ده جزء من ايه؟ من عشرة. طب لو خدت نفس الواحد ده وقسمته كمان عشرة بالعرض كده يعني افقي كده، هيصبح 100 جزء قدامي بالشكل ده. المتلون هو هو، احنا ما قربناش عليه. لكن ايه اللي حصل هنا؟ هنا كان واحد من عشرة، لكن دلوقتي اللي قدامي ده عبارة عن 10 اجزاء من 100. ليه؟ لان كل جزء من دول، كل مربع من دول واحد من 100 مربع زيه في الواحد الصحيح ده، كله هو واحد صحيح، واخدين بالكم؟ وبالتالي الواحد الصحيح هنا تقسم 10 اجزاء، لكن هنا تقسم 100 جزء، فاصبح كل جزء منه جزء من 100 اللي هو واحد وعلامة على شمالها، طبعا صفر وبعدين علامة على شمالها، وبنقوله واحد جزء من 100. لكن العشرة دول مع بعض اسمهم 10 اجزاء من 100، فبنكتبهم كده. اذا الواحد الصحيح، الواحد من عشرة اللي عندي هنا اصبح 10 اجزاء من 100، تمام؟ طب لو انا بقى صغرته وقسمت الواحد الصحيح ده الى 1000 جزء، يعني ده بقى فيه 100،
واخدين بالكو، كله بقى فيه 100 جزء، واخدين بالكو ليه؟ لان الالف دول متقسمين 10 أعمدة، يبقى ده معناه ان كل واحد فيه 100. يعني اذا الواحد جزء من 10 هو ال10 أجزاء من 100 هي ال100 جزء من 1000. طب ده معناه ايه يعني؟ ده الشرح بتاعه والتفصيل بتاعه، لكن اختصار سريع، طالما ان في علامة عشرية هنا وقدامها واحد، ممكن احط قدامها صفر ما غيرتش حاجة في قيمتها. ليه؟ هنا كانت 1 من 10، هنا 10 من 100، هي ال1 من 10 اهو هو ال10 من 100. طب لو حطيت له صفر تاني هيبقى 100 جزء من 1000، تمام، متساويين كلهم. واداني مثال قال لي يعني مثلا لو انت عندك 2 من 10، هي 20 من 100، هي 200 من 1000. طب لو عندك 3 من 10 برضو هتبقى 30 من 100، تبقى 300 من 1000، وهكذا. يعني ما معناه باختصار ان عندك علامة عشرية وفي اعداد او ارقام قدامها ووراها، مثلا ممكن تحط الاصفار من اليمين خالص او من الاخر خالص، ما يتأثرش في العدد بتاعنا نهائي طالما ان في علامة عشرية. خد بالك، طالما ان في علامة عشرية، لان لو ما فيهوش علامة عشرية الاصفار كل صفر بحطه بيغير من قيمة العدد بتاعي، لكن العلامة العشرية مع الاصفار اللي بحطها زي ما احنا شايفين كانت 2 من 10، زودنا صفر او 2 او 3 مش هيغير من القيمة بتاعته. طيب تعالى نشوف برضو هيقول ايه تاني. بيوضح لي بقى، هناك كنا بنتكلم على الكسر العشري، لكن هنا هيوضح لي العدد العشري. العدد العشري ده هو عدد قيمته اكبر من 1، قيمته اكبر من 1. يعني بيتكون العدد العشري من جزئين، من علامة عشرية بتفصل بينهم، هنا في عدد صحيح وهنا في كسر عشري. لما يتجمعوا الاثنين مع بعض ده بقول عليه عدد عشري. اذا العدد العشري بيتكون من عدد صحيح وكسر عشري، تمام. دي اللي هي 94 من 100، دي اجزاء عشرية، كسور عشرية بتكتب على يمين العلامة العشرية، و 357 ده العدد الصحيح بتاعي اللي هو بيكتب على شمال او يسار العلامة بتاعتنا. العدد ده اقرأ ازاي؟ اقول 357 و94 جزءا من 100. خدوا بالكم، بقرأ العدد الصحيح كامل، اقول 357 و94 من 100. لما اجي اكتبه بالصيغة اللفظية او الكلامية بتاعتي بقوله 357 و94 جزءا من 100. طب بيقول لي تعالى اما اعلمك، هتعلمني ايه؟ هعلمك ان القراية بتاعت الاعداد من مليار الى الجزء من 1000. طيب عشان نقرأ اي عدد عشري بعمل ايه؟ بقسم الجزء الصحيح في العدد بتاعي، الجزء الصحيح في العدد بتاعي بقسمه المجموعات. يعني ايه؟ يعني انا عندي عدد قدام مني زي ما احنا شايفين اهو تحت مكتوب اهو، تعال نقراه الاول وبعدين نتكلم على الجدول ده. العدد ده فيه علامة عشرية هنا شايفينها وقدامها 17، سيب الجزء العشري ده سيبه وامسك لي دول 3 اللي هو قسم الايه او مجموعة الوحدات، احاد وعشرات ومئات، ودول 3 مجموعة الالاف، ودول 3 مجموعة الملايين، وبعد منهم مجموعة المليار، التلاتة اللي بعدهم لو شفناهم اهو متوزعوا في الجدول بالشكل ده، وهنا العلامة العشرية واللي قدامها جزء من 10 وبعدين جزء من 100 وبعدين جزء من 1000. يعني انا ببدأ في القراية 1 من 10، 7 من 100، الاتنين مع بعض هيبقى 17 من 100، ده الاجزاء من 100. طب واللي هنا في الوحدات؟ اللي في الوحدات 170، احاد وعشرات ومئات. طب واللي في الالوف؟ 45، احاد الالوف وعشرات الالوف ومئات الالوف فيها صفر، فعشان كده ما نطقناهوش، قلنا 45 ألف، ده في المجموعة دي. طب وفي المجموعة بتاعت الملايين؟ مفيش غير 8 في احاد الملايين، عشرات الملايين ما فيهاش، مئات الملايين ما فيهاش، اذا ده 8 ايه؟ 8 مليون.
طب وهنا كم مليار في الآحاد بتاعته؟ طبعا في عشرات ومئات برضه، وفي آلاف بقى هنا كمان مع المليارات، بس احنا خلينا في آحاد وعشرات ومئات. طب ده هنا هيبقى كام؟ هيبقى 6 ايه؟ مليار. إذا العدد ده لما أجي أقراه أقراه إزاي؟ أقول 6 مليارات و8 ملايين و45 ألف و190 و17 جزء من 100. واضح قدامي، قريته زي ما شفناه، ما زي ما سمعناه دلوقتي، مكتوب القرايه بتاعته 6 مليارات و8 ملايين و45 الفا و170 و17 جزءا من الايه؟ من المئة. طيب يعني 17 من 100، لان هم رقمين، ما دام رقمين اقولهم من 100، رقم واحد اقول من 10، ثلاثه اقول من 1000. طب تعالى بيقول لي ما تيجي كده تتعلم وتقرا معايا الاعداد دي. هنا العدد ده كام؟ انا شايف قدامي التقسيم بتاعي في نقطة هنا، يبقى ده جزء عشري اسيبه. اقرأ دول، دول ايه؟ دول مجموعة الاحاد وراها الالاف. كم في الالاف؟ اتنين. هقول ايه؟ 2000. وبعدين اقول ايه؟ 450. تمام كده، مفيش الالاف ولا حاجة وراها، لان دي احاد وعشرات ومئات بس. وبعدين 8 اجزاء من 100، 8 اجزاء من 10. طب تعالى نشوف اللي بعده، برضو هنسيب النقطة بتاعت العلامة العشرية واللي قدام، هناخد اللي وراه ونقراه، نقراه 705 ألف، خلاص، و12 و5 أجزاء من 100، لأن هنا في رقمين، الصفر اللي وراه محسوب معايا في النطق، هقول 5 أجزاء من 100. طب تعالى نقرا اللي بعده، هنقول 5000، هنسيب برضو العلامة العشرية اللي هنا اللي هي دي والصفرين والتمانية، هقرا دول 5000 وبعدين و27. تمام. طب والعشري اقوله 8 أجزاء من 1000. ليه هنا قلت من 1000؟ عشان ده 3 ارقام. ليه هنا قلت من 100؟ عشان رقمين. ليه هنا قلت من 10؟ عشان رقم واحد. طب تعال نشوف اللي بعده، برضو اللي بعده العلامة العشرية وقدامها 436، سيبها، تعال امسك دول، هتقراهم 63 ألف، تمام، 63 ألفا، وإيه؟ و20 بس كده، وإيه؟ و436 جزءا، ها ها، من 1000. شطار حبايبي اللي قالوا جزء من 1000، عشان هما 3 أرقام قدامه. بيعلمني بقى، بيقول لي يلا كده في التدريب الأولاني اكتب لي الأعداد في الصيغة القياسية. فاكرين القياسية؟ القياسية اللي هي الأعداد اللي بالشكل ده اللي بنكتبها، دي صيغة قياسية. أمال دي صيغة إيه؟ دي صيغة كلامية أو لفظية، مش كده ولا لأ؟ طب ولما يكون بينهم زائد 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 تبقى صيغة إيه؟ ممتدة. شطار، فاكرين القديم. طب تعالى بقى نترجم الكلام ده، أنا عندي 5000، عشان أجي أكتب ده بالصيغة القياسية بالأرقام أبدأ بالكبير، ده كام؟ 5000. أكتب كده 5 وأحط قدامها 3 أصفار خفاف، خلاص؟ وبعدين 697، أحط في الثلاث أصفار 697، خلاص كده؟ في أجزاء من 10 اللي هي 5، أحط قدامها العلامة وأحط 5 من غير أصفار، رقم واحد قدام العلامة، بقت بالشكل ده. ابتديت في الكتابة أسرع طريقة وأسهل طريقة، خد الكبير وحط صفاره قدامه، سيب العشري دلوقتي، خد الكبير 5000 اكتبه 5 وادي 3 أصفار قدامه. تعالى اقرا دول 697، هيبقى 697 في خانة الايه؟ الوحدات. وبعدين كام؟ 5 أجزاء من 10، يعني علامة وخمسة. تمام. طب تعالى دي 30000، يبقى 30 وقدامها ايه؟ 3 أصفار. شطار، 30 قدامها 3 أصفار، أو 3 قدامها 4 أصفار، لكن إحنا بنقولها 30 عشان هي منطوقة 30000، يعني في خانة الآلاف في 30000، فهكتب 30 وأحط قدامها 3 أصفار. وبعدين قال و15، 15 دي هتروح فين؟ على أول صفر والتاني، 5 و1، شايفين الشكل بتاعه؟ تعالوا نشوف كده، أدي 30 أهي كتبناها، وادي الالف او الاصفار بتاعتها. وبعدين حطينا ال 15 هنا في اول صفرين، تمام، وسيبنا الصفر ده موجود وده موجود طبيعي بتاع 30. وبعدين بعدها بيقول ايه؟ 7 اجزاء من 100، يبقى علامه وحط صفر وسبعه عشان يكونوا رقمين، لان دول 7 اجزاء من 100. طب هنا هكتب كام؟ 7 ملايين، يبقى اكتب 7 قدامها 6 اصفار،
خلاص اكتب 7 قدامها 6 صفار، واجي على 205 اشوف الست صفار اولهم احاد وعشرات ومئات مش كده، وبعدين احاد الوف وعشرات الوف ومئات الوف، وانا ماشي السبعه مليون هكتبها، وهاجي اكتب ال 205 205 اعمل 5 0 2، دي في خانه الايه؟ خانه المئات بتاعتي اللي هي خانه الالوف بتاعتي. يعني بقى عندي ادي السبعه ملايين اهي، سبعه وقدامها 6 صفار، شايفين الستة دول؟ دول صفار، سيب العلامة العشرية دلوقتي، دول الست صفار. طب هو بيقول لي 205، 205 تتكتب في أول 3 صفار، أدي الخمسة وأدي الصفر والاتنين عشان أقراها 205، وتتنطق 1000، مش كده ولا لأ؟ أه 205؟ لأ، خدوا بالكم، دي 205 بتاعت الآحاد الآلاف هنا، مش كده ولا لأ؟ أيوه بالظبط كده، أوعى تغلط فيها دي. طيب وبعدين و29 جزءا من 100، يبقى رقمين 29 جزء من 100. هنا 73 مليون، اكتب ال 73 وقدامها 6 صفار برضه، 73 وقدامها 6 صفار، وبعدين جنبها ايه بعد كده؟ 7000، اجي في خانه الالاف اللي هم الثلاثه دول واكتب 7 في اول واحد منهم، ادي كده بقى 7000. في حاجه تاني؟ لا مفيش غير 31 جزء من 1000، 31 ما دام قال من 1000 وهم رقمين يبقى بينه وبين العلامه حط صفر بالشكل ده. طب 6 مليارات، اكتب السته وقدامها 9 اصفار، شوف السته وقدامها 9 اصفار بالشكل ده، وبعدين وراها ايه؟ 5 ملايين، اجي في خانه الملايين الثلاثه دول واكتب 5، بقت 5 ملايين. طب وايه تاني؟ و176 جزءا من 1000، اهو 176 جزء من 1000، دول قدام العدد كله بتاع المليارات بصفار. ما تلعبش في حاجه في باقي الاصفار تلاقي العدد يتنطق معاك زي ما قالوا بالظبط. خلاص حبايبي، عرفنا الطريقه اللي ازاي نكتب بيها الصيغه القياسيه من الصيغه اللفظيه بتاعتنا. طب تعال بقى نعكس، انا عندي ايه هنا؟ تعال نقرا، سيب الاجزاء من 10 او من 100، سيب الكسر العشري ده، تعال اقرا لي دول، هتقول لي ايه؟ 45000 و231 وبعدين 7 من 10، اهو 45، اسف 45، قلت 45، 45000 مش كده؟ و231، يعني انت تخليها باللغه العربيه، انت قريتها بالبلدي كده، قلت 45 ايه؟ 45000 وبعدين 231، هتقولها 45000 و231، وفاضل ايه؟ 7 اجزاء من 10. تعالى اللي بعده، كام ده؟ ده 125 بس مش كده؟ وايه؟ و39 جزء من ها؟ من 100، برافو. يبقى 125 و39 جزءا من 100. تعال لده، هتقرا كام؟ برضه سيب العشر، هتقرا 20 مش كده؟ 20 يعني، وكام؟ و9 ها من 100، برافو، 20 و9 من 100. طب تعال لده، سيب العشر، تعال اقرا دول، هتقول 63000، 63000 و247 و ها 8 من 1000. ركز في عدد الارقام اللي قدام العلامة، يبقى هنقول 63000 و247، مفيش 1000 هنا بقى، خلاص قلناها 1000 هنا، وبعدين و8 أجزاء من إيه؟ من 1000. اللي بعده كام؟ 500 وبعدين 609، ها؟ 609 ها؟ من 1000، شطار حبايبي كده، 500 و609 جزء من أجزاء من 1000. تمام، عرفنا إزاي بنكتب الأعداد وإزاي بنقراها العشرية. طيب تعالى هنا بقى، بيوريني قيمة الأرقام من المليار لغاية الجزء من 1000، بيعلمني القيمة المكانية اللي هو المكان بتاع الرقم بتاعي وقيمة الرقم. مكان الرقم بشوفه هو فين؟ يا إما خدوا بالكم، فين العلامة بتاعتنا العشرية؟ هنا، هنا العلامة العشرية اهي، بعد بين الأحاد وبين الأجزاء من 10، علامتنا العشرية هنا، نسيت أبينها شوية، هنا العلامة العشرية مكانها هنا. طب يبقى ده كسور، سيب الكسور دلوقتي، تعال لده، مش عندك أحاد وبعدين عشرات وبعدين مئات وبعدين ألوف، أحاد الألوف يعني وعشرات الألوف ومئات الألوف وهكذا وأنت ماشي؟ طب كويس جدا. طب وهنا؟ هنا أجزاء من 10 وأجزاء من 100 وأجزاء من 1000،
كلام جميل. طب انا بقى لما يكون عندي عدد من الاعداد زي ده مثلا، هنا شايفينه الاتنين دي مكانها فين؟ ها خانه الجزء من 1000، برافو. وهتبقى بكام؟ باتنين من 1000. يعني لما اجي اقرا العدد اكتب العدد والارقام الرقم واللي قدامه كلهم اصفار. طب هو ما فيش حاجه قدامه، خلاص ما فيش حاجه قدامه، يبقى اكتب 2. بس ما ينفعش تكتب 2 بس، لان في علامه عشريه هنا، يبقى لازم تقول 2 من 1000 بالشكل ده كده اهو. طب والخمسه؟ الخمسه الصفر اللي قدامها ملوش لازمه، هتكتبه ليه؟ لان الاصفار من الناحيه دي ما مش هتاثر عندي، فما لخبطش نفسي بيه. اخد بس الخمسه واحط وراها صفر وتبقى 5 من 100، يبقى 5 اجزاء من 100، دي قيمه الرقم. طب والثمانيه؟ 8 اجزاء من 10، اكتبها 8 وراها علامه عشريه، مش كده؟ طب وبعدين الثلاثه؟ 3 احاد، دول احنا دربنا عليهم قبل كده، 3 احاد. وبعدين 7 مئات، يعني هتبقى بكام؟ 7 عشرات ب70. وبعدين 100، وبعدين 5000. عرفنا ازاي بنعمل الحكايه دي؟ طب تعالى بقى نمسك شويه اعداد ونشوف القيمه المكانيه ونشوف قيمه الرقم. يعني بيقول لي في العدد اللي قدامك ده اللي هو 56258 و96 من 100، انا عايز القيمة المكانية للرقم 9. الرقم 9 فين هنا حبايبي؟ اهو مكانه فين؟ مش قدام العلامة العشرية على طول؟ يبقى العلامة العشرية اللي قدامها اسمه ايه؟ 10 اجزاء. شطار. يبقى لما يسألني يقول لي القيمة المكانية، يعني مكانه فين الخانة دي ايه؟ اقول له خانة الجزء من 10 او 10. طب ده بكام؟ يبقى 9 من 10، مش كده ولا لا؟ ماليش دعوة باللي قدامه ولا اللي وراه، يبقى هكتبه 9 من 10 بالشكل ده. العلامة العشرية في النص، لازم احط صفر في الاحاد، قلناها قبل كده. طيب تعال نشوف هنا السبعة. السبعة في العدد اللي قدامي ده فين مكانها؟ دي 8 من 10، صفر، ده احاد وعشرات ومئات، وبعدين دي خانة ايه؟ الالوف بتاعتي، مش كده ولا لا؟ يبقى هقول ايه؟ الوف، السبعة في خانة الالوف. طب السبعة قيمتها كام؟ حط اللي قدامها اصفار، لا ما تحطش 4، خد بالك ملناش دعوه بالكسر العشري، هتحط قدامها الثلاث اصفار قدام السبعه، هتديني كام؟ 7000. ليه؟ لانها في خانه الالاف، مش كده؟ يبقى ب 7000. طب الصفر ده مكانه فين؟ دي علامه عشريه واللي قدامها عشري، سيبه، ده في خانه العشرات، مش كده؟ يبقى القيمه المكانيه بتاعته ايه؟ العشرات. طب بكام؟ بصفر. طب يا استاذ واللي قدامه؟ ما لهمش لازمه، هتحط الاصفار اللي قدامه، ما فيش غير واحد اهو اللي هو الاحاد، هتحط صفر تاني وبعدين تحط العلامه واصفار، ما لهاش لازمه دي كلها، النتيجه بتاعته هو صفر، خلاص كده؟ قيمه الرقم بتاعنا صفر. طب تعال نشوف هنا الخمسه، الخمسه مكانها فين؟ اهي، فين حته؟ في الاحاد، مش كده؟ ده رقم عشري، اوعى تقول في الالاف، لا ده رقم عشري، مالكش دعوه بيه. هنا 5 احاد، يبقى على طول اقول له الخمسه مكانها في الاحاد. طب بكام؟ هو الخمسه في الاحاد بتبقى بكام؟ بتبقى ب5، مش كده ولا لا؟ فهمنا دي؟ طب تعالى برضو يدربني اكتر على اعداد جايبها لها ايه وفيها ارقام عليها دوائر. بيسالني السته هنا بكام؟ لاحظ العشري ده، العشري ده، تبقى السته دي فين مكانها؟ ها؟ ايوه الجزء من 100، برافو اللي قال جزء من 100، يبقى على طول اقول له 100. طب قيمتها بكام؟ ب6 من 100، يعني 6 وصفر وعلامه وصفر كده، 6 وصفر وعلامه وصفر، واقولها 6 من 100. طب تعالى لدي السبعه اللي هنا بكام؟ سيبك من دي، دي عشريه دلوقتي، سيب، احنا عايزين دي، دي 700، مش كده؟ يعني في خانه ايه؟ المئات، تمام؟ بكام؟ 7 في المئات بكام؟ ب700، احط ال700، صفر وصفر بتوع الاحاد والعشرات، واكتب ال7% بتاعتها اهي. طب تعالى لدي، التسعه الاولانيه دي ايه؟ دي 9 في علامه عشريه، خدوا بالكم، معلش يا اللي يعني مع ان مكبر الصوره خالص انا، يعني دي علامه عشريه، فده جزء من 10 وجزء من 100، تبقى 9 في جزء من ايه؟ من 1000، شطار، جزء من 1000. طب تبقى كام؟ تبقى 9 من 1000، هتتكتب زي ما هي 9 صفرين علامة بالشكل ده، خلاص؟ طب تعالى للتلاتة اللي هنا، التلاتة دي في خانة ايه؟ ده كده اهو اجزاء، وهنا احاد وعشرات ومئات، وهنا
ألوف، أحد عشرات مئات الألوف، وهنا ملايين. يبقى في خانة إيه السبعة دي؟ خانة الملايين، عشرات الملايين. التلاتة في خانة عشرات الملايين، هو عايز التلاتة، أنا اتكلمت على السبعة أحد الملايين، التلاتة عشرات الملايين. طب تبقى بكام؟ كل قدامها أصفار، يبقى 30 مليون. سيب العشري، يبقى 30 أهو مليون، 30 والست أصفار. طب تعالى هنا، الصفر ده في خانة ايه؟ في خانة الجزء من 10، ده كسر 10، خانة الجزء من 10 يبقى بكام؟ يبقى بصفر. الأول أجزاء من 10 مش كده؟ جزء من 10 ده الصفر في خانة الأجزاء من 10 بكام؟ هو قلنا بصفر، صفر من 10، ما كتبش 39 اللي قدامه، لا. خلاص حبايبي، أظن كده برضو استوعبنا الموضوع كويس جدا وفهمنا. طيب بيقول لي بقى هنا، لما تيجي تكون اكبر عدد عشري تعمل ايه واصغر عدد عشري تعمل ايه؟ سيبك من الكلام اللي بيقوله عشان ما تتوهش فيه، وتعال نشوف. هو جايب لي شويه ارقام هنا وبيقول لي انا عايزك تعمل اكبر عدد واصغر عدد. ابتدي باكبر عدد، رص الارقام من الشمال لليمين، كبير اصغر 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 وانت ماشي. لاحظ حاجه، ان العدد اللي مكرره مرتين انت برضو كرره مرتين، ما تقولش ده متكرر اخد واحد بس منه، لا كرره. يعني في 8 وفي 8 تاني، وفي 6 وفي 5 وفي 5 تاني، وفي 3 وفي 0 وفي 2. اجي بقى ما دام عايز اكبر عدد يبقى لازم اكتر الاعداد اللي هنا، عشان كده احط علامة بعد أول واحد عشان ما يقلش دول، عشان يفضل كبير، خدتوا بالكم؟ طب ولما عوزه أصغر، أصغر أجيب بالعكس بقى، بس ما أخدش إيه؟ خدوا بالكم، ما أخدش الصفر في الأول هنا. ليه؟ لأن الصفر في الأول ملهوش معنى، وبالتالي يبقى أنا لما هاجي هنا هقول إيه؟ 2 0، وبعدين آخد دول يعني الصفر قدام ملوش لازمة، هنجيبه هنا كده ونقول 2 0، وبعدين 3 5 5 اللي اتكررت، وبعدين 6 و8 8. فهمنا؟ برضو نفس الكلام هنا، بس في حاجة مهمة نسيت انا اقول، هو عايز اصغر عدد، عايزين نصغره، فناخد 3 ارقام هنا ونعمل علامة عشرية عشان يصغر ده خالص. وضحت حبايبي؟ ده بالنسبة لأكبر عدد وأصغر عدد. هسيب لكم دول تسلوا فيهم كده واجب وتعملوهم، تشوفوا أكبر عدد عشر إزاي وأصغر عدد عشر إزاي بنعمله. أقوله تاني، أكبر عدد عشر تبدأ بالكبير وانت ماشي لغاية ما توصل لأصغر واحد، وبعدين تحط العلامة بعد أول واحد، لكن هنا تبدأ بالصغير وانت ماشي على طول، وبعدين تحط العلامة بعد إيه؟ بعد 3 أرقام، عشان يقل العدد الكبير بتاعنا العدد الصحيح ويفضل صغير. خلاص، عشان بس ما يطولش الفيديو، فانا هسيب لكم دول تتسلوا فيهم وتحلوهم اكبر عدد واصغر عدد. ما تنسوش حبايبي اشتراككم في قنواتي للترم الثاني براعم مبدعة، وقناة معلم الرياضيات، هتلاقيهم يعني هحاول اذا قدرت احط لك صور هنا، لان احنا لسه في بداية الدروس. وكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهاردة، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والى اللقاء مع الدرسين الثاني الثالث والرابع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.